السلام عليكم البنات، اليوم رجع معكم بوصفه جديده. اليوم نحضر معكم الطاجين بالبرقوق، كيجي ساهل وبنين. المهم بقاو مع المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا في المكونات واحد البصله مشلضه وبصله محكوكه، عندنا هنايا واحد شويه البرقوق، عندنا هنايا واحد معلقه السمن وواحد 4 دروسم ديال الثومه، عندنا هنايا كاس الزيت مع مرش ديال الزيت بلديه، عندنا هنايا شويه الخرقوم، شويه القرفه، شويه البزار وشويه سكنجبير وواحد شويه الملح. وعندنا هنايا كيلو ديال اللحم، اللحم بغيتو ديروا الكميه اللي بغيتو ديروها. كما كتشوفوا غادي نجيبوا العطريه ديالنا، غادي نخويوها كلها، وغادي نزيدوا عليها. المهم بالنسبه اللي عنده زعفران شعره يمكن ليه يديروا مع الماء ويخلطوا مع العطريه. بعد ما غادي نخلطوا ديك العطريه ديالنا مع الماء، غادي نشرملوا اللحم ديالنا مع المهم من بعد ما غادي نشرملو اللحم ديالنا، غادي نخليوه واحد نص ساعه وهو يعني مشرمل باش يشد لينا داك العطريه ديالنا. ومن بعدها غادي نمشيو نديرو الطاجين ديالنا على العافيه، وغادي نكبو واحد قطيره د الزيت ونشحرو البصله ديالنا المحكوكه والمشلطه، وغادي نخلطوها ونخليوها تشحر حتى تشحر لينا مزيان يعني تهبط. وغادي نمشيو باش نوجدو البرقوق ديالنا، غادي نضيفو ديك الكميه ديال البرقوق ونضيفو عليها كاس كبير ديال الماء وواحد معلقه ديال القرفه، وغادي نطو عليه ونخليوه. وهنايا غادي نمشيو باش نقليو هذاك اللحم ديالنا، غادي نحطو هذيك الكميه ديال اللحم ديالنا، وغادي نزيدو عليها هذاك ديك معلقه السمن، غادي ندهنوه بها. وملي غادي ندهنوا داك السمن ديالنا باللحم، غادي نزيدوا داك كاس الا ربع ديال الزيت، الزيت بلديه، ونضيفوا داك اللقامه اللي شطلينا من اللحم ديالنا، وصافي غادي نسدوه ونخليوه يطيب. وهنا ملي تقلى لينا اللحم ديالنا كما كتشوفوا، غادي نضيفوا عليه واحد معلقه ديال القرفه من الفوق ونسدو عليه نخليوه يطيب. وهنايا غادي نضيفو على البرقوق ديالنا ملي طاب لينا واحد جوج معالق كبار ديال العسل ومعلقه صغيره ديال الزبده ونخليوه يتعسل. انتما كما كتشوفوا الطاجين ديالنا ملي طاب كيجي اللحم بنين بزاف وفتي كما كتشوفوا. نتمنى لعجبكم الفيديو، متنساوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.